أنا كنت يعني لسه يعني هم أسأل حضرتك يا أستاذ طارق في قصة الانفصال دي، حضرتك شايف إزاي مسيرة أو أداء الفنان الراحل جورج سيدهم وهو مع ثلاثي أضواء المسرح وبعد الانفصال بعد وفاة الضيف أحمد؟ بعد حاسس وفاة إنه الضيف أداؤه أحمد، اختلف؟ الضيف أحمد كان شوفي اسمه حتى يدل على حياته، ضيف، كان ضيفا على الحياة. هو يمكن مات عنده 32 سنة، يعني صغير. في بدايات الشباب، وكان هو العقل، يعني القلب كان جورج دايما والعقل إبداعه سمير غانم. الحقيقة مش عالي قوي، إنما لا، لان هو كان دايما، حتى كان جورج سيدهم قال ان هو يعني اللي كان بيدير الموضوع هو كان سمير غانم، ولا كان العكس؟ لا، الضيف احمد كان هو يخرج، ما كانش حد فيهم يخرج. الضيف احمد كان ممكن يشاور لاي من هما على منطقه تضحك، مش شرط هو اللي يضحك، يعني الضيف كان في حته اخرى. لكن جورج وسمير جواها موهبه عاليه. جورج فيه كوميديا دافئه وانسانيه قوي. سمير يميل للفرس اكتر، اللي هو الاضافه عنده. طبعا الارتجال عند سمير اكتر. سمير ممكن يقعد ساعتين يرتجل، مدرسه الارتجال، صح. لا، جورج لازم يبقى محضر وعارف الدنيا رايحه فين، واحد اتنين تلاته اربعه. يعني هو في فروق طبعا بين الاثنين، لكن كان ثنائي ناجح جدا، بالظبط، بيكملوا بعض. وبلغ جمال هذا الثنائي انه فضلوا اسمهم ثلاثي بعد رحيل الضيف. وقال لي سمير ان هم طلبوا، نزلوا في الجرايد طلب او اعلان، يعني ان هم محتاجين لواحد ثالث. فقال لي لقيت المسرح كتير قوي جايين مجرد ان هم شبه الضيف عشان يعوضوا، يشتركوا معاهم. ما تحمسوش، كانت ذهنهم ان عادل امام هو اللي يحل محل الضيف، وحاولوا يتفقوا معاه، لانه كان في حاجه معلومه ناس كتير ما تعرفهاش في بعض اداء لثلاثي اضواء المسرح. عندما يعتذر الضيف لارتباطه بعمل فني بفيلم او كده، كان يعني بيصور فيلم، هم عندهم مثلا حفله في طنطا، فهو مش هيعطل التصوير، وفي نفس الوقت هم عايزين يعملوا الحفله، كان عادل بيجي مكان الضيف ويعرض مكان الضيف، يعني ايه، كثلاثي ايضا. لكن عادل في سنه 70 لما طلبوا منه انه يشترك معاهم رفض، وقالت يعني هو كان بدا يعني اسمه يكبر لوحده كنجم، وبالتالي مش ممكن يعني يبقى واحد من ثلاثه ولم تكتمل. لكن فضلت فرقه قائمه لغايه ما بيحدث دايما بين اي ثنائي طوال التاريخ بيحصل انفصال، فكل منهما بقى له فرقه خاصه بيه.